وشوشة. المفاجأة بقى، أمها اللي طالبة 2 مليون جنيه دول، أو معنى صح عشان برضو ما يعني بفضل ربنا ربنا يكرمني في عيالي، قرايبها قالوا خلي بالك دي بتستغلك، دي مش كويسة، دي اتجوزت 3 انفار وبتروح عند الدكاترة، في دكتور معين بتقعد تروح تسقط عنده، مسقطك 10 بيبهات. ايه ده؟ معقول يا جماعة؟ قالوا خد المفاجأة بقى، البنت اتهربت واللي هربها واحد اسمه علاء وزوره، واحدة تانية ست عشان عندها أولاد مش ينفع أقول اسمها، بس قلت اسمها في المحضر يا جماعة وهتيجي، وهربوا البنت. طب ما انتوا البنت معاك وهربتوها، عايزة مني يا شمس مراتي؟ انت عايزة مني ايه؟ سيبيني في حالي يعني، سيبيني في حالي. انت كل شوية ما تنزلي بقى فيديو وتقعدي تحطي الحاجات وأصوات، أنا راجل، نزلي فيديو عريان، أنا راجل. انت لو حد كويس انا بس بثبت للناس ان الرقاصه، في رقاصات محترمين يا جماعه واصحابي وجديد، بس دي رقاصه مش موجوده في العالم، رقاصه استغلاليه. لو هي يا جماعه كانت متجوزه تقول بمرض الله، ايه الفيديوهات اللي مسجلها لي دي كلها؟ ايه الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يا جماعه تستغل الفلوس. ده مطرب بقى مشهور والناس بتحبه، وطبعا في ربنا، ربنا اللي انا غضبته يعني، انا نفسي بقول سامحني يا رب عشان غضبت ربنا. عايز اقول يا جماعه ما بقتش شايف شغلي خالص. لو انت حد محترم ما ينفعش تبصيني من بقي وتنزليها على النت، ما ينفعش تسجليه الحاجات دي كلها وتعينيها عندك رصيد. طب بتعينيها ليه؟ انت بتكلم مراتك دلوقتي، ازيك يا حبيبتي، هي بتقول لك مثلا ازيك يا روحي، مش عارف ايه، اي كلام قله ادب، اي حاجه. انت مراتك على زي ما انت بتقول انت جوز، بتسجلي الحاجات دي ليه؟ عشان كل مقطع وكل مكالمه ب 800,000 و 200,000 و 300,000. لا خلاص خلاص يا بابا، ساعة صغير فاق واستغفر ربنا وعرف ربنا خلاص كويس، وباعوا جمهوري ان انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الفتره ديت هركز جدا جدا، عشان عندي 72 فرد، يعني 72 فرد بياكلوا عيش ورايا، فانا هركز والحمد لله بفضل ربنا. نزل مسلسل في رمضان وعامل برنامج ان شاء الله اسمه النهارده فرح يا جدعان، يبقى خير ان شاء الله. بجوز بنات مصر بفضل ربنا ببلاش، بيجيب لي الشقه، بجوز العروسه ببلاش بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبحاول اكفر عن سيئاتي، بقول لها شمس عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا سيبيني في حالي، والبلطجي اللي اسمه اسامه بتاعك دوت والنبي سيبوه في حالي. اسامه انت ما عندكش يعني ما عندكش ام؟ انت ما عندكش ام يعني؟ ما تخليني اشتم امي كده؟ انا ده انا مش عارف، انت رغم انت ضربتني كتير مش عارف اشتم امك، ما اقدرش، ما يجيليش جرأة. فانت تاخد يعني تديك 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه؟ طب ما انت هتصرفهم على عليك. عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا بعيد عنه، بعيد عنه. والناس يا جماعه هتشوف مفاجاه، هوريكم البنت خرجت ازاي، لان البنت خرجت ازاي واتصورت ازاي، ومين اللواء اسمه مكتوب برضو في اللي هو سير سهريه حلوه كده وخرج شمس والليله ديت. يا جماعه البنت بقى لها 4 سنين يا جماعه معاها حاجه من الاثنين، البنت دي لا ماتت، يا اما شمس بعتها في البلد اللي هي فيها، هي عارفه هي فين طبعا، في البلد اللي فيها. واحد يقول لي طب لما انت عارف ان البنت في الحته الفلانيه ما بلغتش ليه؟ انا مالي؟ انا بلغت دلوقتي حاليا لما هم جم قالوا دي البنت معاك، عرفت بقى ان هم هيبيعوا البنت في حاجه، في موضوع، في حاجه. والفيديوهات دي كلها اللي هم عمالين بقى مش عارف تركب لي ايه، واقول لك حاجه يا ستي، انت مش مركبه يعني، اعتبر انت مش مركبه، مش مركبه اي حاجه، ببوس رجلك، ببوس دماغك، ببوس جزمتك، ببوس حاجه، عايزه مني ايه؟ عارفين يا جماعه كنت دفعت 2 مليون جنيه؟ ما كانش نزل المكالمات دي كلها، ما كانش نزل الفيديوهات دي كلها. طب انتوا ردوكوا يا جماعه بقى، ده انا دافع اكتر ب 5 مليون جنيه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ثلاثه، ما اشوف خير في حياتي، يا رب ما اشوف خير في حياتي ولا في اولادي، انك يا شمس واخده اكتر من 5 مليون جنيه. اللي هم يا جماعه رصيدي ال 10 سنين اللي فاتوا دول، حرام. انا لو كان معايا 5 مليون جنيه كنت رحت فتحت مشروع وقعدت. 5 مليون جنيه زي ما مش كده يا جماعه، مليون فيلا 405، والله العظيم يا جماعه، والله العظيم انا شارع عربيه زيرو، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه. راح اشتري شقه في كفر عبده المفتريه، ده انا اقول لكم بص الذل، المفتريه اشتري شقه في كفر عبده وهي مش بتاعتها، بتاعت واحد تاني اسمه استاذ رضا جابه في القضيه. تعمل ايه يا جماعه؟ خدتني معايا وطلعنا. استاذ رضا قال لي هو طبعا قاعد في الشقه متملكها، قاعد فيها،
دي شقتي دي مش عارف ايه بتاع الكلام من ده. قلت له معلش يا معلش يا استاذ مش عارف ايه. وانا بكلمه وانا بكلمه كان معاها جايبه واد بلطجي معاها معرفش مين. انا بقول له يا جماعه مش عارف اتكلم. كانت بتبقى ما عنديش واحد كده معايا وتقول لك انا مرات انا ما اقدرش اتكلم. هو ده اتكيت. راح الواد ده راح مطلع مطه وتراك راح غزز الراجل يا عيني. اخلص الموضوع بايه يا جماعه؟ ان انا راجل راجل واديته العربيه ب 300,000 جنيه. بص يا جماعه والله العظيم ده اللي حصل. فانا عشان ابيع الراجل العربيه معيش بطاقه في البيت. فقلت اما ابيع لمين؟ لشمس. يعني هي مثلا ايه تبيع له. المهم خلصت الموضوع. انا كنت عايز منها بس ايه الرخصه بتاعتها بتاعت العربيه. انا يا جماعه يعني انا لسه مدي الراجل بقول لها الرخصه بس الرخصه العربيه بتاعتي عشان اثبت ان العربيه الجيب دي بتاعتي ساعه الحدود. بقول لها الرخصه عشان اخش يمكن يرضوا في التوكيل ابيع برخصه العربيه اللي هي بتاعتي اللي هي الجيب اللي معاها. اقسم بالله ما رضت تديني الرخصه. تقول لي يا جماعه انت هتبيع العربيه بتاعتي برضه يا كمان؟ يا جبروتك يا شيخ يا جبروتك يا جبروتك. فانا بتاسف لجمهوري وانا اسف طولت عليكم وبتاسف لكل الناس. وفي الوقت المفاجئ يا جماعه يعني في الوقت المناسب هتعرفوا ان شمس دي ظلمتني لان هتعرفوا ان البنت اتحربت ازاي وكل حاجه كل ده يبقى قدام الست النائب العام. والشمس اللي طالعه تقول لك الحقوني ومش عارف ايه. هسمعكم كلمه دلوقتي وهي بتشتم وهي بقول لها حرام عليكي ده انت لسه واخده خاتم ب 47,000 جنيه ولسه 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 ولسه. كل سنه وانتم طيبين وبتوعد لجمهوري وبقول لهم ان شاء الله في سعد الصغير تاني جديد وخلاص وانا فقت والحمد لله. وهتشوف سعد جديد تاني في البرامج اللي انا هترك عليها. كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين ويا رب بحاجة يا النبي بحاجة يا نبي. لو انا ظلمت البنت ديت ربنا يوريني خير في حياتي ولو هي ظلمتني ما تشوفش خير في حياتها. كفايه ان هي مش هتنزل مصر تاني هتقعد بره كده تقعدي كده بره عايزه فلوس ما تروحي. سهله جدا انت ما انت عارفه تجيب الفلوس منين. سهله جدا يعني في مليون سعد تاني يعني سيبيني بقى في حالي في كتير معاهم انا بشتغل وبطلع عيني والله العظيم ثلاثه. في ناس تانيه بقى مليارديرات. شوف واحد تاني ونبي ربنا يخليك شوف واحد تاني وصوريه كده وخديه وبتاع وصوريه كده وبتاع. يا محترمه يا محترمه يا اللي ابوكي ومربيكي في واحد يبقى عارف ان هو جوز يقعد يسجل له لمده 5 سنين ولو ما كنتش دافع لك 2 مليون جنيه تنزله نزلي. والحمد لله فضل ربنا الناس بتحبني. كل سنه وانتم طيبين. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل. الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org